رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه. الأصحاح الثاني. فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا
ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة. الأصحاح الثالث. صدق القول بأن من طمح إلى الأسقفية تمنى عملا كريما، فعلى الأسقف أن يكون منزها عن اللوم، زوج امرأة واحدة، يقظا رصينا محتشما مضيافا صالحا للتعليم، غير سكير ولا عنيف، بل لطيفا يكره الخصام ولا يحب المال، يحسن تدبير بيته ويجعل أولاده يطيعونه ويحترمونه في كل شيء. فمن لا يحسن تدبير بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ ويجب أن لا يكون الأسقف حديث العهد في الإيمان لئلا تسيطر عليه الكبرياء فيلقى العقاب الذي لقيه إبليس، وعليه أن يشهد له الذين هم في خارج الكنيسة حتى لا يقع في العار وفي فخ إبليس. ويجب أن يكون الشمامسة كذلك من أهل الوقار، لا مخادعين ولا مدمني خمر ولا طامعين بالمكسب الخسيس، وعليهم أن يحافظوا على سر الإيمان في ضمير طاهر، ويجب أن يتم اختبارهم أولا، فإذا كانوا بلا لوم أقيموا شمامسة. وعلى النساء كذلك أن يكن من أهل الوقار، غير نمامات يقظات أمينات في كل شيء، وعلى الشمامسة أن يكون كل واحد منهم زوج امرأة واحدة، وأن يحسنوا رعاية أولادهم وبيوتهم، فالذين يحسنون الخدمة ينالون مكانة رفيعة وثقة عظيمة في الإيمان بالمسيح يسوع. أكتب إليك هذه الرسالة راجيا أن أجيء إليك بعد قليل، فإذا أبطأت فعليك أن تعرف كيف تتصرف في بيت الله، أي كنيسة الله الحي، عمود الحق ودعامته. ولا خلاف أن سر التقوى عظيم، الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح، شاهدته الملائكة، كان بشارة للأمم، آمن به العالم، ورفعه الله في المجد. الأصحاح الرابع. والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية، لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك. الأصحاح الخامس. لا توبخ شيخا
بل أرشده بلطف كأنه أب لك، وعامل الشبان كأنهم إخوة لك، والعجائز كأنهن أمهات، وأما الشابات فعاملهن بكل عفاف كأنهن أخوات. أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. وإذا كان لأرملة بنون أو حفدة فليتعلم أولا أن يعامل أهل بيتهم بتقوى، وأن يفوا ما عليهم لوالديهم، فهذا يرضي الله. أما الأرملة حقا وهي التي لا معيل لها، فرجاؤها على الله، تصلي وتتضرع إليه ليلا ونهارا. وأما الأرملة التي استسلمت للملذات فهي ميتة وإن تكن حية، فأوصهن بذلك حتى لا ينالهن لوم. ومن لا يعتني بأقربائه وخصوصا أهل بيته أنكر الإيمان، وهو أسوأ من غير المؤمن. لا تكتب امرأة في سجل الأرامل إلا التي بلغت 60 سنة وكانت زوجة رجل واحد ومشهودا لها بالعمل الصالح، وربت أولادها تربية حسنة، وأضافت الغرباء، وغسلت أقدام الإخوة القديسين، وساعدت المنكوبين، وقامت بكل عمل صالح. أما الأرامل الشابات فلا تكتبهن في سجل الأرامل، لأنهن إذا أثارتهن الرغبة في الزواج استغنين عن المسيح، وبذلك ينقضن عهدهن الأول له فيستوجبن القصاص، وهن مع ذلك يتعلمن البطالة والتنقل من بيت إلى بيت، كما يتعلمن الثرثرة أيضا والتشاغل بما لا يعنيهن والتكلم بما لا يليق. لذلك أريد أن تتزوج الأرامل الشابات ويلدن الأولاد ويعتنين ببيوتهن، فلا يكون للخصم مأخذ علينا، وخصوصا أن بعضهن ضللنا فاتبعنا الشيطان. وإذا كان لمؤمنة أرامل فلتساعدهن ولا تثقل على الكنيسة، حتى يمكنها أن تساعد الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. وشيوخ الكنيسة الذين يحسنون القيام بعملهم يستحقون إكراما مضاعفا، وخصوصا الذين يتعبون في التبشير والتعليم. فالكتاب يقول: لا تكم الثور على البيدر وهو يدوس الحصاد، ويقول أيضا: العامل يستحق أجرته. لا تقبل الشكوى على شيخ إلا بشهادة شاهدين أو 3، أما المذنبون فوبخهم أمام جميع الحاضرين حتى يخاف غيرهم. وأناشدك أمام الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين أن تحافظ على هذه الوصايا دون تحيز ولا محاباة في كل ما تعمل. لا تستعجل في وضع يديك على أحد، ولا تكن شريكا في خطايا غيرك، واحفظ نفسك طاهرة. لا تقتصر بعد اليوم على شرب الماء، بل اشرب قليلا من الخمر من أجل معدتك وما ينتابك من أمراض. من الناس من تبدو ذنوبهم واضحة قبل الحساب، ومنهم من لا تبدو ذنوبهم واضحة إلا بعد الحساب. وكذلك الأعمال الصالحة تبدو واضحة، والتي هي غير واضحة لا يمكن أن تخفى. الأصحاح 6. على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة.
أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك. فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.